البحرين تميزت عن كثير من باقي الدول في توفير السبل لجذب المستثمر الأجنبي الخارجي. حتى في بعض الشركات تسند قوانين خاصة بهم، وشفنا إعلان مجلس الوزراء، قرار مجلس الوزراء بإصدار الرخصة الذهبية للمستثمر الأجنبي اللي يستثمر فوق 50 مليون دولار. فعملية جذب المستثمرين قائمة، بس عندنا منافسة من الدول اللي حولنا. اللي أنا رأيي بعد إنه لازم يتم جذب المستثمر المتوسط وصغير الحجم نوعا ما، ما يكون بس الهدف المستثمر الكبير. إنشاء قصص نجاح في البحرين أو إنشاء قصص نجاح لمستثمر صغير أجنبي يجي البحرين ويثبت نجاحه وقصص نجاح هي شيء طيب للدولة المملكة، طبعا بما يتعارض مع المستثمر رائد العمل البحريني. بالنسبة للاستثمار في الأمن الغذائي، يعني نلاحظ أن سيدي جلالة الملك المعظم دائما يحرص على ذكر أهمية الأمن الغذائي، وشفنا في مجلس الوزراء الأخير اللي ترأس سيدي جلالة الملك المعظم تكليف الملكي للحكومة الموقرة ب يعني مواصلة تبني المبادرات في الأمن الغذائي، وهذا يفتح طبعا الباب أمام المبادرات سواء القطاع الخاص أو القطاع الحكومي أو غيره، أو كذلك من المستثمرين الأجانب. في تحديات وايد بالنسبة للأمن الغذائي، نشوف اليوم ارتفاع الأسعار، التضخم العالمي، سلاسل الإمداد والتوريد في العالم تتأثر بالحروب، تتأثر تتأثر بالوضع العام للدول. فالأمن الغذائي جدا مهم، ولاحظناه وقت كورونا، عرفنا قيمة أن يكون عندنا أمن غذائي، وقدرنا توجيهات سيدة جلالة الملك في الموضوع. طيب، هل ترون أن قطاع الصناعات الغذائية أو المصانع الغذائية في البحرين كافية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في الفترة الحالية، أم أنها بحاجة إلى مزيد من المشاريع الغذائية؟ الله يسلمك، المبادرات اللي موجودة في البحرين اليوم هي جدا طيبة، سواء من القطاع الخاص أو من القطاع الحكومي، لكن هل إحنا في قرب الاكتفاء الذاتي من الأمن الغذائي؟ أعتقد إحنا بعيد جدا. يعني إحنا فعلا محتاجين استثمارات ضخمة، محتاجين يعني تكاتف، أعتقد ما بين القطاع الحكومي أو ذراع الاستثمار لمملكة البحرين ومتمثلة في ممتلكات، والقطاع الخاص كذلك، في إنشاء مشاريع يعني تحقق جزء من الأمن الغذائي. في البحرين كبيرة مقاما، لكن جغرافيا الواقع أن هي بلد صغير جدا ولها طبيعة خاصة، فتحقيق الأمن الغذائي فيها ما بيكون بالشيء السهل، ولازم بيكون في تعاون مع الشركاء، مع الإخوان الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودول الخليج كذلك ودول العربية، باستثمارات مشتركة واتفاقيات مبرمة وملزمة لهالدول ب يعني تواصل التوريد للبحرين. الانتاج الحيواني والنباتي في البحرين مهم، نشوف مبادرات جدا طيبة، مزارع قامت بها عديد من الجهات الحكومية، نشوف اليوم حتى التشجير أنا أعتبره جزء من الأمن الغذائي في البحرين. اليوم ممكن التشجير يتم عن طريق مثلا أشجار مثمرة، شفنا اليوم القرم، تشجير أشجار القرم اليوم العديد حتى الشركات المؤسسية تشارك فيه. بالإضافة للإنتاج الحيواني في البحرين والإنتاج النباتي اللي محتاج جدا استثمارات كبيرة، محتاجين في الصناعات الغذائية كذلك، وبالإضافة لتوقيع اتفاقيات مع الدول بالذات السعودية، لأن هي الممر لنا للخليج، إحنا جزيرة لازم نعتمد على بعض في التكامل لهذا. بالنسبة للإنتاج الحيواني، أنا فتحت المصنع في البحرين، مصنع الأجبان، صدمت أنه فعلا ما عندنا احنا انتاج حيواني يكفي، وانتاج الحليب او الالبان في البحرين يعني يكاد يكون معدوما، فمحتاجين احنا ناسس مثلا مزرعه كبيره، ناسس نستغل التكنولوجيا الموجوده في دول العالم كله. احنا خلال زيارتنا لكوريا واليابان مؤخرا اتفقنا مع شركه كوريه متطوره جدا في الزراعه، وان تدرس البحرين، درس مملكة البحرين كسبيشال كيس أو ك يعني شيء خاص، أن حالة خاصة شلون نقدر أن احنا نطور من الزراعة بشكل عام، وشلون نقدر أن احنا نستغل المساحات الصغيرة
في يعني إنتاج أكبر كمية من المنتجات اللي تغطي جزء من الأمن الغذائي. ممكن بعض الصناعات الغذائية، وهذا أهم الأشياء اللي ممكن يكون فيها البحرية اليوم في مجال الأمن الغذائي، أن أنت تقوم بصناعات ممكن أن مصنع واحد يكفي احتياج البحرين من المادة هذه ويعطيك فائض للتصدير كذلك، منها زيت الطهي مثلا. بس هو مشروع مكلف جدا، ومثل ما قلت لازم يكون في شراكة حكومية مع القطاع الخاص. احنا عندنا في البحرين اعتقد عندنا تعبئة، لكن اللي هي تمر مثلا زيت الطهي بثلاث مراحل، اللي عندك الكراشنج اللي هي طحن الحبوب، ومنها الى التكرير، ومنها الى التعبئة. ف والحبوب المطحونة هذه ممكن يعني تطلع منها علف. وفي فرق كبير بين تجارة الأغذية وبين مشاريع الأمن الغذائي. يعني الـ ROI Return Over Investment أو المردود المالي في تجارة الأغذية فهو instant، يعني هو يتم على طول. لكن مشاريع الأمن الغذائي يبيلها طول البال، ويبيلها مثل ما قلت لك توجه استثمارات حكومية أو استثمارات كبرى عن طريق مثلا صناديق تمويلية كبيرة في هالمجال. مشاريع كثيرة في الصناعات الغذائية، وأعتقد هي المفروض اللي تكون الأساس للبحرين بالنسبة لحجمها. طيب كيف يساهم التنوع الغذائي أو مشاريع الأمن الغذائي كيف تساهم في دعم النمو الاقتصادي في البحرين، خصوصا أن الآن بعد جائحة كورونا هناك تحديات تواجه الحكومات مثل يعني ارتفاع الدين العام أو خلافه؟ كيف تساهم هذه الصناعات الغذائية في دعم النمو الاقتصادي أو تعزيز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي؟ شوف، لما أنت تقوم تبني مثلا مصنع في مادة معينة، مادة غذائية معينة مطلوبة وأساسية في الأمن الغذائي، أنت وفرت جزء كبير من المادة اللي عندك في الدولة، وفرت جزء كبير من العملة في الدولة اللي تستورد فيها المادة هذه، وغير كذي الفائض عندك من التصنيع هذا ممكن تصدره وتدخل للبلد مدخول من التصدير كذلك. فالصناعات عموما مو باعتمادها بس انك تغطي الاحتياج الداخلي، هي في الاخير بتكون تجاره. فانت لما يكون عندك مصنع ينتج مثلا صلصه الطماطم هذه وسويتها ببراند محترم وسويتها بشكل يليق بالصناعه مثل البحرين، وحميت الصناعه المحليه ووجهنا المستهلك انه يشتري المنتج البحريني، فانت عندك غطيت جزء كبير منه، قللت الاستيراد من الماده هذه مثل ما قلت لك صلصه الطماطم، ومن خلال تصدير الفائض منه ممكن دخلت، او ممكن حتى ممكن يكون في استيراد لبعض الكميات، ولكن انت عندك دائما بالانس، تقدر انت تصدر جزء منه، تقدر ان انت تفتح يعني مشاريع متعلقه بهالشيء. ابرز التحديات من وجهه نظركم التي تواجه قطاع الأمن الغذائي في البحرين؟ تحديات، الله يسلمك، مثل ما قلت البحرين كمساحه جغرافيه جدا صغيره. فجزء مهم الأمن الغذائي هو الإنتاج الزراعي. الإنتاج الزراعي محتاج مساحات، فلازم يكون في استغلال التكنولوجيا الموجودة عالميا. الحين البحث عن تكنولوجيا أن إحنا نزرع على قد ما نقدر في الأماكن المخصصة لذلك. البعد من رأيي أن أنت لازم تنمي أهمية الأمن الغذائي عند المواطن العادي البسيط اللي عنده حديقة صغيرة يقدر يزرع منها جزء منه، هو يفيد كرقعة خضراء، ويفيد كأمن غذائي، ويفيد كذلك كالبيئة، إنه في الزراعة تخفف من حرارة الجو، إنها صيفنا حار جدا، محتاجين إنتاج مزارع أبقار ضخمة في البحرين، وأعتقد إنه ممكن مزرعة ضخمة واحدة تغطي إنتاج يعني استهلاك البحرين كاملا من منتجات الألبان. ممكن منتجات الألبان هذه تتوسع فيها لمجالات أخرى مثل حليب الأطفال، ممكن توزع يعني تتوسع فيها لمنتجات الألبان العادية مثل الروب وغيره من الأجبان وغيره. بس هو يأخذ له يعني أعتقد المشاريع هذه تكلف مبالغ مهولة جدا. طيب هل ترون أن المصانع الأراضي الصناعية حاليا كافية لاستيعاب مشاريع أمن غذائي سواء أجنبية أو محلية؟ شوف، انا اعتقد في جهود عظيمه في البحرين بالنسبه للمجال الصناعي في البحرين.
سيدي صاحب سمو الملك الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يعني يولي اهتمام كبير للقطاع الصناعي في البحرين، ونشوف من المبادرات الموجودة فعلا أن في تحرك كبير وأن الأراضي الموجودة يتم تخصيصها بشكل طيب. من القرارات اللي أخذت في عين الاعتبار أن اللي هو الرسوم اللي تم إزالتها الفترة دي من هو الشيء جدا أنه هو أعتقد باعتقاد الجازم أنه هو يجذب المستثمر اللي بيستثمر في القطاع الصناعي، كذلك أن المستثمر المحلي هو يستثمر في القطاع الصناعي كذلك. أنت عندك أمثلة للصناعة، عندك مثلا شركة ألمنيوم البحرين نموذج لازم يحتذى فيه ولازم يتم صناعات مشابهة لهالحجم، لأن مثلا شركة ألمنيوم البحرين ألب اليوم لما أسست وجدت لقيت أن في كمية صناعات تحويلية مرتبطة بالإنتاج اللي تنتجه ألب من ألمنيوم اليوم موجودة في البحرين، فصناعات تحويلية هذه يعني وايد بتطور وايد أن هي بتنمي الاقتصاد الوطني، فلازم يتم توجيه الشباب ورواد الأعمال القطاع الصناعي بشكل أكبر. التوجيه والإرشاد المهني كذلك مهم جدا، لازم يحتذى ببعض المجالات أو بعض النماذج الناجحة في الخليج أو من الدول الخليجية اللي حولنا. احنا نشوف كثير من يعني من الدول مثلا المملكة العربية السعودية اليوم تشوف أنهم أسسوا صندوق لدعم الصناعات يتبع صندوق الاستثمار السعودي الـ PIF. الإمارات لها وزارة خاصة بالصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. قبل مقابلتنا كنت أشوف على السوشيال ميديا مسوين معرض اسمه أصنع في الإمارات، أي في والجذب الاستثمار في القطاع الصناعي. فأعتقد القطاع الصناعي لازم يمثل الأغلبية من المشاركة في الدخل المملكة البحرية. طيب على سيرة المعارض اللي تقام في دول الخليج مثل الإمارات السعودية، الآن لدينا مركز بحرين العالمي للمعارض وقادر طبعا على استقطاب معارض كبيرة في مجال الأمن الغذائي، كيف يمكن الاستفادة من هذا الشيء في الترويج للقطاع الغذائي في البحرين أو الاستفادة من هذا للترويج في القطاع الصناعي؟ والله احنا شفنا نشاط كبير من الإخوان في معارض البحرين. عندنا احنا مثل ما يقولون بالانجليزي piece of art facility اللي هو مركز المعارض الجديد في صغير، اعتقد لازم يتم استغلاله في جذب كثير من المعارض الغذائيه، ومنها ممكن احنا نجذب كثير من المستثمرين لما يصلون البحرين ويشاركون في هالمعارض، ممكن نجذبهم انهم يستثمرون في البحرين في الأمن الغذائي. طبعا بالإضافة للتكنولوجيا اللي دائما تي مع المعارض، لأن المعارض المكان اللي يعرضون فيه تكنولوجيا جديدة دائما، كثير من الشركات وكثير من المؤسسات تعرض يعني بتيك البحرين عشان تعرض عندك، فإن هي بتحاول تعرض لك الشيء اللي يناسب البحرين في مجال الأمن الغذائي. الحمد لله الشركة يعني هي قصة أنا ذكرتها كثير، لكن قصة أنا فخور فيها الحمد لله، الوالد والدة فخورين وأهلي فخورين فيهم. أعتقد أن إحنا أكبر الداعمين لك بعد يعني من الأسرة من الأهل من كذا. من الأهل أم طلال والوالد والوالدة، ويعني الأهل دعموني بشكل كبير، وفي البداية كانوا مستغربين من القرار لو ترك أن أنا أترك يعني العمل، أنا ممكن أعمل في مجال الطبي هذا، أن أنا أكون طبيب هذا تركته. ومثل ما ذكرت بعد سابقا أن الوالد والوالدة من مجال يعني هم موظفين في القطاع الحكومي ومتعودين على شكل أمان الوظيفة الكل يعرفه، فكان الاستغراب في البداية وكان شوية في مقاومة، أنت شلون بتطلع وتشتغل في شيء ثاني. بدأت الشركة من شوي كتراويك أشوف الأرقام الموجودة عندنا في الشركة، يعني الحمد لله حوالي أعتقد قرب 180 موظف ما شاء الله ممتاز، و30% منهم من البحرين. وفي القطاع الغذائي دائما أتكلم عن القطاع الغذائي فقط عندنا يعني للقطاع التوريد الأغذية عموما صعب أن تلاقي فيه بحرينيين يعملون، يعني في المناصب الإدارية كلهم موجودين، في المكتب موجودين، في المحاسبة، لكن
المجال اللي هو اللي فيه العمالة العادية مباشرة. نعم. هي ما صعب شوي انك تلاقي فيه موظفين، رغم ان البحرين يعمل ويكد ويجتهد ويعمل في كل المجالات، لكن انا شخصيا افضل ان يكون نحاول على قد ما اقدر ان الموظف البحريني يعمل في مناصب شوية قيادية في الشركة.